اهم حاجه لازم تعرفها وانت بتاخد قرار انك تفتح شركه، انك تكون مؤمن بنفسك، مؤمن بقدراتك، عندك حلم بجد عايز تحققه، مش مجرد انك تطبع بيزنس كارد عشان تكتب ورا اسمك كلمه سي او وتتمنظر بالكارت ده. ابعد عن اي حد بياخد قرار في 3 سنين، ابعد عن اللي بيشتكي من الدنيا واللي عايشينها، ابعد عن اللي بيدور عن المشكله في قلب كل فكره كويسه. ابني تيم، لازم تكون مؤمن بالتيم اللي شغال معاك، ان نجاح اي منظومه مبني على كلمه احنا مش انا. وفي الاخر عود لسانك قبل ما تفتح شركه ان انت دايما تقول كلمه احنا، وانسى كلمه.